معنا هاتفيا من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني. مرحبا بك دكتور أيمن. إذا ذكر تقرير الهيئة أن ملامح التغيير الديموغرافي قد بدأت منذ عام 2006، كيف ترى تصاعد وتيرتها في السنين الأخيرة ولا سيما مع بداية معارك استعادة المدن التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة؟ تحية لك أخي وللمشاهدين الكرام، حياك الله. الحقيقة في التقرير ذكر أن أبرز ملامح التغيير الديموغرافي هي كانت في العام 2006، لأنه حقيقة يعني هو جرائم التهجير القسري للسنة العرب بدأت لحظة دخول القوات الغازية إلى العراق في 2003، لكنها أخذ درجات يعني عالية من الفعالية والوضوح، والتي أصبحت في وضح النهار دون وجه ولا حجر كما يقولون، تحديدا في بعد شباط 2006 بهدف إخراج كما قلت العرب السنة من مناطقهم بأساليب مختلفة، يعني اختلفت أساليب التهجير القسري من التهديد بالخطف والقتل وتنفيذ تلك التهديدات لمن يرفض الخروج عن طريق تنفيذ الاغتيالات أو الإخفاء القسري أو هدم المنازل أو مصادرة الأراضي، إلغاء العقود الزراعية، سرقة الممتلكات الخاصة من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها، وهذا طبعا يعني كله أو مثلا إحداث الخنادق حول المحافظات كما جرى في محافظات بابل وكربلاء والنجف بالحدود المحاذية بينها وبين محافظة الأنبار، هذا كله يعني كان ضمن مخطط يجري له وفق معسر مسبقا لتنفيذ هذا الموضوع في العراق. إذا مع استمرار هذا المخطط، مخطط تغيير سكاني منذ عام 2006 كما تفضلتم، وحتى الآن هل يمكننا أن نقول أن هذا التغيير السكاني، هذا المخطط كان ممنهجا؟ أخي الكريم، حقيقة يعني هذا الأمر واضح جدا خاصة في السنوات القليلة الماضية، يعني لدينا عمليات تغيير ديموغرافي واضحة طالت أكثر من 320 مدينة وبلدة وقرية، توزعت في المحافظات ديالى وصلاح الدين بابل والأنبار ونينوى والإيقاظ والبصرة والتأمين، فضلا طبعا عن العاصمة بغداد والمناطق المحيطة فيها. ويعني مخرجات جرائم التهجير القسري المزمنة في العراق، من هذه المخرجات يمكننا أن نؤكد يعني أن ما يجري هو أمر ممنهج مخطط له مسبقا ضمن برنامج أكبر لإحداث تغييرات ديموغرافية لتنفيذ المسار الوهمي الذي اختطته طهران للوصول عبر الأراضي العراقية إلى دول أخرى مثل سوريا والأردن والسعودية. أما بلغة الأرقام لدينا يعني 6 ملايين نازح داخليا بسبب عمليات التهجير القسري والعمليات العسكرية، وكلها طبعا بالنتيجة كلها غطاء لإحداث هذا التهجير. نعم. ومثله طبعا 6 ملايين آخرين يعني لجأوا إلى خارج العراق طلبا للأمن والأمان في الدول الأخرى. إذا ما الدلائل على منهجية هذا الفعل المجرم طبعا في القانون الدولي الإنساني، لا سيما أنتم ذكرتم في تقريركم أن هذا التغيير السكاني قد شمل 9 محافظات من إجمالي 15 محافظة تسيطر عليها الحكومة في بغداد؟ يعني هنا أخي التهجير القسري أصلا هو يعني في القانون الدولي هو يطال المدنيين، يطال مدنيين، المدنيون محميون وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات
والأنظمة والشرائع كلها تحمي المدني الأعزل الذي يعني حقيقة هو يعني خارج أي مسألة صراع أو نزاع مسلح. والتهجير القسري إذا نجي يعني نأتي على القانون الدولي، هو قيام الحكومات أو مجاميع متعصبة بإخلاء سكان من مناطقهم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي. وما يحدث في العراق هو طبعا هذا كله لإحداث عملية تطهير في العراق. في حالة العراق هي تطهير طائفي يعني للحالة العراقية، وإسكان فئة معينة محل السكان الأصليين الذين تم تهجيرهم. وطبعا جرائم يعني جرائم التهجير القسري مع تكرار مشاهدها تكون جرائم إبادة جماعية وفق القانون الدولي، أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. طبعا هذا يعني كله ضمن الـ القانون الدولي. أضرب لك مثل في مناطق حزام بغداد، هي طبعا ست مناطق رئيسية تحيط العاصمة بغداد من الجهات الأربع، نعم شكرا. معظمهم تفضل دكتور ايمن. عفوا. عدد السكان يتجاوز 3 ملايين نسمة، 3 ملايين نسمة. بالنتيجة اليوم لدينا نصف هؤلاء تم تهجيرهم قسري. هذا يعني إذا يعني هذا الموضوع، ومن تم تهجيره لا يستطيع العودة لأن الحكومة تمنع ذلك. تخيل يعني لدينا مثلا في جوف الصخر أكثر من 100,000 شخص ممنوعون من العودة إلى جوف الصخر. والأدهى من ذلك أنه السلطات المحلية قامت بإقرار قانون غير يعني قرار غير قانوني، غير يعني قرار جائر جملة وتفصيلا، ينص على هدم دور المنازل العائلات، هدم المنازل للعائلات التي تدعي الحكومة أن أحد أفرادها أو يعني من لهم صلة بتنظيم داعش أو متعاون معه، أو طبعا والتهم يعني جاهزة والأمر. فهذا يعني هي. وحتى في عندنا مثلا نظام روما الأساسي، المواد ثانيا وسابعا وثامنا من نظام روما الأساسي يجرم التهجير القسري ويعده جريمة حرب واضحة المعالم. لكن طبعا يعني تظل إمكانية محاسبة مرتكبي جرائم التهجير القسري وضمان عدم إفلاتهم من العقاب هي العبرة كما يقولون مع الأسف. إذا شكرا جزيلا لك من عمان هاتفيا دكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين.